مساء الخير على كل بيسمعونا النهارده، وبرحب بيكم في الموسم الرابع من برنامج وحكايتك ايه على الإذاعة الرسمية للفنان عمرو دياب، دياب اف ام. معكم محمد مختار، وحلقات خاصة مع فريق عمل ألبوم الفنان عمرو دياب شفت الأيام. متعودين في كل حلقة يكون معانا ضيف واحد، لكن النهاردة حبينا نغير ويكون معانا ضيفين. ضيوفنا النهاردة أصحاب أصوات حلوة جدا، ده غير موهبة التوزيع. نجحوا جدا في الفترة الأخيرة بألحانهم اللي قدموها لنا، على الرغم إن دراستهم مش في الموسيقى. شاركوا مع الفنان عمرو دياب في ألبوم الليلة وألبوم شفت الأيام. مش هقول إيه هي الأغاني، خليهم هم بنفسهم يقولوا لكم عليها. ضيوفي النهاردة الملحن إسلام زكي والملحن أحمد حسين. اهلا بيكم، برحب بيكم معانا النهارده في دياب فاهم. وحشني والله جدا. انت والله انت كمان. انتوا فين؟ حد شوفكم خالص من دول؟ كنا شغالين في قفل بينا على نفسكم خالص، مش ضروش اصلا، مفيش ممنوع. ها لا ما ينفعش، تركيز لحد ما محدش يتكلم. انا بقى شغل بتركيز، بمعنى صح زي ما قال لك اسلام. والله ما فيهاش هزار. بعدين انت اللي بعيد اصلا، انت اللي قاعد هناك. لا في اسكندريه فعلا، معلش انا اسف، بس هحكي لكم. انا قاعد في الميه على طول، ده صح برضه. خليني اسالكم بس، انتوا حابيني اكتر ملحن ولا موزع ولا مغني؟ ولا انتوا ما شاء الله يعني الموضوع عندكم مختلف، يعني كل حاجه ما شاء الله موجوده. وعد الحق صنفنا تصنيف حلو قوي بصراحه، ان موسيقيين حلو قوي دي برضه، فاهم؟ هو يعني مش حاجه، مش واقف على حاجه معينه. يعني مع احمد بيغني وبيلحن، وممكن يعمل يعني ممكن يوزع، وجيتارست اصلا وبيعزف جيتار، وانا نفس الكلام بوزع وبلحن وساعات بغني يعني الموضوع مش هي فعلا زي ما هو قال، موسيقي موسيقي يعني عنده القابليه انه يعمل اي حاجه. احسن احسن لفظ اصلا اللي بيلحن. بس مش هو ده المفروض تقريبا في الشخص اللي عنده هوايه الموسيقى، المفروض يكون عنده الحاجات دي كلها. بس يعني بس هي بيني وبينك برضه مش شرط، يعني مش قاعده، يعني مش قانون ان هو لازم يبقى بيعمل كل ده. بس على الاقل لو هو مثلا مصنف ان هو ملحن، على الاقل يبقى بيلحن، بس بيلحن بجد. بس هو ده المطلوب. بس ده هيخليه دي قوه في حاجات كتير، يبقى عارف حتى بالزبط يقول اللحن ازاي. عشان كده انا عايز اسال برضه، هو لازم الملحن يكون صوته حلو؟ ده اهم حاجه. لو ملحن صوته وحش خلاص باظت الدنيا. على الاقل يعرف يوصل الجمله بتاعته، سمعك ازاي اللحن، ما يبقاش بيتهون خالص. يعني هقنعك بيه ازاي؟ طيب هتحسه مني ازاي؟ مش شرط يكون صوت حلو او الخامه حلوه، بس يؤدي، يبقى اسمك مؤدي، تؤدي، يعرف يوصل اللحن للي عايز يسمعه. طب ما دي حاجه حلوه قوي. بس انا صوته مش مطرب، فمش مطالب ان هو يبقى خامه صوته كويسه، لكن على الاقل يكون عارف يقول في اداء، ما يكونش بيقول نشاز مثلا ولا حاجه، فيكون بعيد عن اللحن اللي هو بيسمعه للمطرب بس. بالظبط. خليني ارجع معاكم بس، انتوا اصلا بقى صحاب ولا اتعرفتوا على بعض من يلا بينا نغني، ولا الدنيا جت ازاي؟ هي الفكره ان احنا عرفنا بعض في المزيكا. يعني انا وتامر عارفين بعض من جوه المزيكا. تمام. اسلام انا عرفته من جوه المزيكا، بس من قبل ما نشتغل مع الفنان احمد. وانا كنت اعرف احمد الاول عشان هو كان بدا قبليه، بس هو ما كانش يعرفني. يعني كنت بروح حفلات كان بيبقى احمد فيها بيلعب جيتار، وانا كنت عارف احمد كويس يعني، وكان في ناس يعني بيني وبين احمد وبتاع، كنت عارف مين احمد حسين. تمام. انا عشان كنت لسه بدات، فهو ما كانش فاكر. اول مره اتقابلنا فين اصلا؟ في شارع عقاري. واتقابلنا في شارع، كنا بنتنازل على اغاني وكده، كنا عارفين ان انا عامل شغل في البوم وهو عامل شغل في البوم، فطلب مننا التنازلات بتاعت الاغاني بقى بتاعتنا. فطبعا كلنا احنا بقى انا وهو وتاني ومش عارف ايه. مره قبلها كان في حفله برضو، كان في حفله تقريبا لحد. انا عايز الذكريات، اتعرفت على بعض ازاي اصلا؟ يعني هو في يعني هو عارف تامر حسين وانا كنت اعرف تامر حسين، بس كويس. انا واحمد ما كناش نعرف بعض غير في بدايات البوم الليله، كنا بدأتها خلاص بقينا اصحاب، يعني بقينا اصحاب جدا كمان الحمد لله بعيدا عن موضوع الشغل. لكن قبل كده انا كنت صاحب تامر حسين، وهو كان صاحب تامر قبليه كمان بكتير يعني. ف الشغل قام جمعنا، بس في صداقه في الموضوع بنسبه يعني، خلينا ما بنشتغلش بس. بس احمد خليني اقول لك، الموضوع جه يعني اكتر صداقه بعد ما اشتغلتوا، يعني خلاص قربتوا من بعض اكتر شغل، فالموضوع على بقى بصحوبيه اكتر، وده خلى بينكم روح مختلفه. اقول لك حاجه انا ملاحظها حتى في الجيل ده قوي، الناس حابين يحبوا بعض اكتر. انا ملاحظ ان الملحنين بقوا صحاب، الشعر بقوا صحاب. طبعا ملحن وشاعر ان هم يبقوا صحاب، ده يمكن جرت العاده على كده. لكن ان يبقى ملحن وملحن صحاب، وموزع صحاب، ده انا بدات اشوفه في الجيل ده بالذات. الناس بقى فعلا عايزين يقربوا من بعض، عايزين يحبوا بعض عادي. وبعدين بقوا واخدين الموضوع ان هو اسلام عنده جمله حلوه قوي، فربنا كرمه ان هو مثلا ده الفنان عمرو دياب،
احمد ما كانش عنده مش عارف نصيب في حته ان هو مثلا يوصل الجمله دي عملهاش حلو المياه دي. فعادي ايه وجه نفسنا يعني في كده يعني ايه اللي يخلي ده نفسنا على ده ولا ده يبقى متضايق من ده ولا شيء مبقاش ليها لازمه يعني بقت موضه قديمه بمعنى اصح. لا 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 احنا حبينها حتى ولا يعني الحمد لله هي الحمد لله مش في تايبيتنا اصلا يعني حاجه يعني مش بنبص لحد في حاجه. كل واحد فينا عشان تعب جدا واجتهد جدا فخلاص بقى مؤمن جدا باللي هو اللي هيعمله دوت هو خلاص هو يعني رزقه مكتوب له في حاجه زي كده موهبته مقتصر لحاجه زي كده. الصداقه بقى في حاجه بالعكس احنا بقينا نشجع بعض يعني بقينا ومعظم الناس اللي كلموني باركولي كملحنين بالذات كلهم من جيلي مفيش يعني مش من الاساتذه مثلا اقول الاستاذ كذا بالعكس يعني معظم وانا احمد اول يعني احنا اول ناس بتبارك لبعض احنا الناس اللي في الشغل انا واحمد وشادي واحمد ناصر الناس الشباب اللي اشتغلوا في الالبوم. لكن الباقي اللي من بره الالبوم ممكن يكون معظمهم فعلا من جيلي اكتر ناس بنبارك لبعض مش هقول لك 100% بس حاله ملحوظه يعني الناس بدأوا يحس بيها ان احنا بالعكس اول ناس بيباركوا لبعض على حاجه جديده او بنفرح لبعض او الكلام ده او واقول لك ده كذا واحفظ اغانيك اقول لك مش عارف بس الحته دي مش عارف يعني بقى في حتى مناقشه في حاجه زي كده مش زي زمان هو انت عملت يا نهار ابيض طب يا بختك اه يا سيدي يا ريت حتك انا بعمل كده يا ريت طب احمد دلوقتي لو اسلام قال لك كل اللي هو قاله لك ده احنا هنطلع بقى الاستوديو يمسك في بعض لا لا ما تقولش بالك احنا قاعدين يعني بس هقول لك مثلا افرض جاء اسلام قال لك احمد على فكره اللحن ده ممكن لو عملت كذا 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 يبقى مفيش احلى مشكله يمكن حصلت كتير على فكره يمكن كتير قوي لما مثلا بيسمعني حاجه ولا بتاع اقول له مثلا بس بقول لك انت الكوز اللي انت عملته ده انت ما كنت تقوله كذا مثلا هو مثلا يقول لي لا انا اقول لك انا حاجه على فكره كمان برده خباك برده دي انا كنت اجدد واحد فيهم في انا في حاجه عايز اقولها لك كمان بغض النظر عن النقطه دي يعني انا واسلام ما اجتمعنا قبل كده في ألبوم في عمل كان توزيعه كان الحاني انا كان احد اللي موزع كان وهو راجل اصلا ملحن يعني انا وزعته وما كنت شفت احمد اصلا يعني هو ما كانش يعرف ان انا موزع الاغنيه وانا كنت عارف ان هي لحن وكان كلام تامر حسين تامر واضح انه مشارك في كل حاجه فاهم قصدي يعني تامر هتلاقي اسمه كتير قوي في الموضوع الاخر تنزل وعرفت ان اللي ملحنها احمد حسين وهو عارف ان انا اللي وزعت الاغنيه وكلمت تامر حسين فكان كل واحد فينا عامل قايم بدور غير الدور ممكن اللي هو انا بالذات عشان انا بلحن فبالعكس فرحت ان هي لحن احمد حسين فاهم قصدي فكان الموضوع كان يعني دي من حاجه من الحاجات يعني اللي هو عادي ممكن نشتغل مع بعض ممكن لو احمد بيوزع هروح ادي له ممكن لو احتجت الجيتار في اغنيه هكلم احمد اقول له لا هو كان مش حلو بعد كده الاغنيه اتصورت وكده عدت يعني الاغنيه بتاعت هتعرف بتاعت سامو زين هتعرف امتي ايوه طبعا كانت كلام تامر حسين وكانت الحاني وكانت توزيع اسلام وكان اتعملت كليب ونزلت كمان في الفالنتاين وكده الروح الحلوه اللي موجوده بينكم دي ايه سببها؟ تربيه ممكن بالظبط بنسبه كبيره يعني اهالينا عرفوا يخلونا في الحته دي كويس جدا يعني ما خلوناش نكره الخير لحد مثلا ما خلوناش ان هو اصل اللي بينفس ده فهو كاره لك الخير طبعا ويعني طب ما انت اسعى فيه لنفسك الاول بعد كده اكرهه لي حتى يعني اضعف الايمان لكن لا بالعكس اهل كل واحد فينا حاطط فيه الحته اللي هو يعني رزقك غيرك لحد عندك بس اجتهد واتعب ويكون عندك فعلا الموهبه ديت ونميها يعني في حاجات في قيم كتير جدا الواحد حس بيها لما احتك بقى بالمجال اللي احنا شغالين فيه لان هو يعني احنا مش شغالين في شركه يعني حاجه ملهاش مدير ملهاش مظبوط. حد بيمشيها كل واحد بحسب اجتهاده بالظبط هتجتهد يعني الكفه بتاعتك هتنزل اكتر فاهم ازاي لان انت عملك عماله بتزيد في في في, في الكفه بتاعت الميزان بتاعتك فاهم ازاي طب ازاي احمد قادرين تحافظوا على ده يعني وانتوا شايفين مفيش الحاجات دي مش موجوده دلوقتي يعني صعب قوي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده مش موجود بقول لك الطبع اسهل من التطبع فما انت بيقول اي حاجه انا حلو شغال لا هو احنا النهارده هنقضيها غنى احنا مش عايزين نتكلم كتير يعني الموضوع مهم قوي ان احنا نغني لا احنا براحتنا لا احنا خد وقتك خالص والموضوع يعني مفتوح ما عندناش اي مشكله يعني بس زي ما بقول لك فعلا الوضع دلوقتي صعب ما فيش حد بيتمنى الخير لحد من الاخر يعني قليل يعني يمكن عشان ربنا كرمنا الحمد لله ربنا بيدينا تاني فاللي هو عشان شايفنا فعلا نيتنا خير في اللي بنعمله دوت وكل واحد فعلا ممكن يكون جواه بيشتغل لده لسبب تاني جواه اللي عايز يعمل حاجه اللي عايز يعمل حاجه لاهله اللي عايز مش عارف يعمل كذا اللي عايز يعمل حاجه لنفسه يعني مش نيتنا اللي هو في ناس كانت نيتها داخله نيتها الشهره فقط مش انا عايز ابقى رقم واحد ليه يا حاج طب بعدين نفسه بقى عايز اجيب عربيه وعايز اعمل وعايز اعمل مش عايز يعمل ابجريد لنفسه لا ده هو عايز يكمل النواقص اللي عنده فاهم ازاي
الحمد لله فده فالحمد لله بالظبط احنا ناقص دي اللي هو انا لا الحمد لله كل واحد فينا كان اهله مربيين لينا يعني ربنا يخليهم لنا يعني كانوا يعني من البدايه خالص مش حايمنا من حاجه زي ما بيقولوا فاهم ازاي حته بقى الاجتهاد يعني بقى دي اللي ايه دي اللي بتقعد لك انت يعني انت بتجتهد في حاجه وبتبقى عايز متارجت مثلا حلم معين في دماغك فعايز تنفذه فبتسعى عشانه وبيطلع عينك بقى فيه لغايه ما في الاخر خلاص الحمد لله ربنا بيكرمك بايه بيكرمك على قد الفن بتاعك ده بس الموضوع لازم يبقى فني بالاخر يعني في ناس بتبقى واخدها مادي بحت يعني الموضوع مادي أو داخل السنه ساعات بتيجي في الماديات مش بتيجي في هو اشتغل ده اللي بيخلق بقى يبقى له يبقى خد اكيد حد يبقى راكب دلوقتي الهامر يا معلم انت ايه انت طب انا كان نفسي اشتغل مع اصلا مع عمرو دياب ما كنتش بفكر في حته المو اكيد احمد ما كانش بيفكر هو يا ريت بس اتكتب اسمي في الكفر وخلاص ندفع فلوس حتى نشتغل معاه ابلكيشن ومضي واروح ادي لكن لا الموضوع الحمد لله زي ما انت بتقول كده الروح الحلوه اللي موجوده دي الحمد لله يعني يعني هي سبب النجاح اللي ما شاء الله الالبوم حققه وفي طالع يعني كل ما ده كل يوم هو العمل كله حتى استاذ خليل بسم الله ما شاء الله يعني بص فرق يعني سنين كتير بيننا وبينه ومع ذلك يعني مش عايز اقول زي اولاده علشان مش عايز اكبره برضه لكن هو زي اخونا الكبير فعلا فعايز اقول لك ان هو يعني الراجل ده تاريخ بجد تاريخ كبير قوي شوقنا. يعني يعني مش عايز اقول يعني انا مش عايز اكبره بس والله العظيم لان هو ما شاء الله ربنا يبارك لنا في عمره يعني هو راجل عامل اعمال مع الفنان عمرو دياب شوف من سنه كام طبعا ده وانا قعدت فكرت انا من مواليد كام وهو عمل من امتى هبدا ازعل بقى الناس كنت فهو عايز اقول لك ان هو شايل ولاغي بمعنى اصح فرق السن ده جدا وفرحان بينا زي ما يكون فرحان مش عايز اقول باولاده بس باخواته الصغيرين كان في ناس تانية ممكن يقول لك يا عم ايه شويه لا وما يطلعش معاهم وما سلمش عليهم وما اتكلمش معاهم فده الحمد لله يعني بص هو يعني الفنان عمرو دياب قدر فعلا يعمل فريق عمل في الالبوم ده كله بيحب بعضه وكله خايف على بعضه وكله بيضحك في وش التاني من قلبه بجد سواء انا واسلام وشادي واحمد الناصر اللي بيحصل في اللي انت شايفه برضه ده يعني هو سبب كبير جدا في ان عمرو دياب مجمعنا بالشكل دوت قول لي ازاي انت شايف ان الفنان عمرو دياب ليه دور في الموضوع يمكن هو الموضوع جه يعني هو اكتشف ان كلنا اصحاب في الاخر يعني هو اشتغل مع مجموعه من الناس الشاعر بالملحنين مش عارف ايه ما احنا كلنا اصحاب عادل وكل يعني كمان بما فيهم الموزع مفيش حد ما يعرفش التاني ومفيش حد فينا شغالين مع بعض اوريدي يا بنخرج يا بنعمل يا بنتكلم يعني اما جه جمعنا بقى في حاجه فاكنه عارف لم يعني عيله كده مع بعض فاللي هو الموضوع كله بينهم وبين بعض ف حتى برضو في يعني ما بخلش على حد مثلا في انه يقدمه بالناس ما فضلش حد عن حد ما كلنا بنتقدم نفس التقديم خلي بالك دي دفعه كبيره قوي لينا كمان كلنا بلا استثناء نتفق مع الواحد قوي اللي هو طب ممكن لا طلع تامر بس هو ده واحد فيهم والناس دي لسه جديده ما بقى تعرفوا شويه يبقى طلع زي ما اتكلم عن تامر زي ما اتكلم عن احمد زي ما اتكلم عن اسلام زي ما اتكلم عن فاكر الحفله بتاعت السنه اللي فاتت بالظبط انا عايز اسالك لما جاب عمرو طنطاوي طلع واقف معانا مع ان انت عارف عمرو طنطاوي جيتاريست كمان مع عمرو دياب مش هقول لك بقى طلع وقف معانا برضه وقدمه كده يعني ادى كل واحد حقه بالظبط فاهم ازاي فهو فعلا يعني ما بينكرش ابدا يعني عايز اقولها كان تامر بيقولها كده بطريقه كويسه يعني اللي هي حته الانكار الذات دي مش بينك يعني هو طبعا الموضوع كله يعود ليه الفضل طبعا ان هو خلانا في المنطقه دي والنجاح وكل حاجه طبعا تحت اسمه بس هو بيوري الناس يا جماعه ان في ناس ورا الموضوع دوت ناس دي اشتغلت والناس دي تعبت الناس دي اسمها كذا الناس ده بيتلحن الناس دي بتوزع الناس دي بتكتب فشجعوهم وقفوا جنبهم وشايفين اصواتهم شايفين الحانهم شايفين يعني هو حتى بيتباهى واحنا فرحانين ان هو احنا يعني لا خذلناه مثلا ولا رافعين راسه فما تبقى رافع راس الفنان انت اشتغلت معاه وانت اوريدي حبه فدي بتبقى زي ما قال احمد دفعه فعلا جدا جامده لينا خلتنا في المره اللي بعديها الحمد لله نشتغل تاني ونكون موجودين ونثبت نفسنا اكتر لو كان في اي شكوك حول اي حاجه لا الحمد لله احنا موجودين ولسه اصحاب وشغالين وقاعدين معاك اهو دلوقتي الجزء بتاع ان احنا روحنا حلوه مع بعض عايز اقول لك يعني مثلا ممكن يكون اسلام ما شافش مثلا موزع اسامه الهندي قبل كده مثلا انا عارف اسامه مثلا عايز اقول لك اسلام مثلا انت كلمت اسامه صح نتكلم لازم يكلمه في التليفون لازم يبقى له انا مثلا انا كريم نو الفوتوغرافر طبعا الجميل يعني انت شايفين صور عامل ايه والله ازاي كلمته برده وبقيت له يمكن اسلام كمان كلمه وبارك له كريم انا يمكن ما شفتوش قبل كده بس هو بس من فنه كده بقيت بحبه لله لا راجل محترم جدا فعلا لا جداً. راجل محترم كريم جبت جدا ولا. والله احنا بنظبط ان شاء الله في الغالب هيجي يعني احنا طبعا لا ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله هلاقيه وهيكون موجود معانا في حلقه من حلقات حكايتك
احكوا لي طيب موسى كوست وامرت سايت ايه النظام يعني انتوا بالظبط سنه فرق بس كنتوا هنا على الستيج وهنا على الستيج بس الوضع كان مختلف شويه ولا كان ايه؟ مختلف جدا طبعا يا احمد بقى احكي لك شويه بص هو طبعا اول سنه دي احنا ما كناش متوقعين خالص يعني احنا كنا جايين زينا زي الجمهور بالظبط واقفين تحت ولا باك ستيج ولا الكلام ده خالص احنا واقفين في وسط الالتراس بتوع دياب فاهم ازاي واقفين تحت كلنا عادي خالص فاجئنا جدا الفنان عمرو دياب حقيقي منده علينا اسامينا كلنا واسلام واحمد وتامر يطلعوا عايز اقول لك لدرجه ان الجرادات ما بقوش مفهمين الموضوع ده وكان عنقه موت واحنا طالعين لا 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 عايز اقول لك وتامر فاهم مسك ما اعرفش في مين وانا عمال اشد مين خناقه بجد ما حدش قادر يفهم ان دول هيطلعوا الاستيج طالعين ليه يعني وبعدين مين انتوا وبعدين انا عادي جدا اصلا انا ممكن انا ابقى احمد حسين وطالع فتمام اتفضل انت ممكن تيجي تقول انا احمد حسين عادي جدا بالظبط او انت اسلام وهو اسلام اصلا فوق على الاستيج فبقى في تنشنه وبالمهم طلعنا طبعا انا مش هنتكلم على الرهبة وكده يعني هي يمكن باينه واضحه جمهور عمرو دياب بسم الله ما شاء الله يعني ممكن عينك ما تجيبش اخره شويه فاهم ازاي ممكن بعيد كده تقدر بقى تزغلل ما تشوفش عمرو نفسه واقف جنبك دي كده يعني ما هو حاجه ثانيه احساس مختلف وهو شخصيا جنبك وانت واقف مش عارف تعمل ايه مش عارف تتصرف ازاي ومش متخيل الموضوع ان هو ان انت وصلت لحد دي انا عايز اقول لك على حاجه انا بلعب لايف على يعني بوقف على الاستجات دي من وانا عندي 16 سنه فاهم ازاي الموضوع المفروض الحته دي ماتت يعني. عندي ومع ذلك برضو لازم يبقى في برضو في حته كده في حته فاهم رهبه او ما تفهمش هي ايه بقى طبعا فنان عمرو دياب وجمهوره كمان فحاجتين اجمل من بعض بكتير قوي فاهم حتى لو بتحلم باللحظه دي بالزبط. برضو ومستنيها فبرضه لما بتيجي ما بتستوعبهاش بسهوله يعني انا كنت شغال في بورتو في جولف بورتو كنت سيلز قبل ما يعني كنت في الاول خالص في 2007 2008 اللي هي حفلات عمرو دياب كلها فكنت ببقى واقف بقى لابس اليونيفورم واقف بقى بدخل الناس ومش عارف ايه واصحابي بقى كلهم بالشورتات واسلام مش هتيجي مش عارف ماشي مع اصل شغل بقى ومش عارف اجي واتفرج على الحفله هتجنن يا لهوي يا جماعه عمرو دياب واقف وطب اسمع طب الاغاني بيقول ايه كذا وتيجي اللي بعدها 2008 بعد كده 2009 وياه والدنيا بقى مقلوبه ومش عارف ايه اللي هو ومش قادر ادخل الحفله المديري هيبص ها مفيش بالك كمان لما تبقى يعني شوف اسلام يمكن برضه ايه زي ما قال لك هو كان يعني يمكن ما طلعش على الاستجات كتير فاهم ازاي لا ده انا اللي طلعت على استجات كتير ولعبت حفلات قدام 120 الف متفرج وحاجات كده عايز اقول لك وعمرو دياب انا طلعت على الاستيج قبل كده بس ما تقدمتش طبعا كنت رايح قبل كده حضرت حفله بالكامل كنت رايح مع الدكتور مصطفى اصلان صديق شخصي جدا ليا وحضرنا الحفله مع بعض قعدت اتفرج عليه وكده عادي خالص انا ما عنديش الحته دي ما بخافش فاهم ازاي بس بمجرد ما لقيت نفسي واقف على اللسان اللي قدام خالص اللي بيبقى في اول الاستيج ده اللي بيبقى الفنان عمرو دياب واقف على اخره خالص ده بيبقى بيغني في وسط الناس اول ما لقيت نفسي واقف هناك وماسك المايك ايه ده هو في اللي بيحصل فاهم ازاي انا بقى ايه مش متوقع هيقول ايه مش متوقع هيعمل لا وخد غني معايا ويديك المايك ويدي المايك لاسلام وده خلى تامر حسين يا راجل غنى كمان برضه يعني بص اللي هو خلى كل الناس تغني كل واحنا رايحين نحضر الحفل بس وماشيين يعني رايحين نتفرج على الاغاني الجديده مع الناس تحت على الاستيج وهو بيغنيها شوف الدنيا ماشيه ازاي لو يعني ذكرنا اقول لك حاجه انا مش عايز بس اقول فضايح يعني بس قبل الحفله انا كنت واقف في الشاليه وكان اسلام عندي في الشاليه وتامي وكلنا كنا عندي في الساحل كنا قاعدين في قريه قبل طبعا الحفله بكام كيلو كده وانا كنت واقف بطبخ وقاعد بشوي في فراخ ولا على بالنا يعني والله هو فوق بيعمل اكل وانا معتبر حسين تحت بنلعب كوره قدام الشاليه ولا على بالنا عادي رايحين نحضر حفله عادي فجاه لقينا نفسنا على الستيج فجاه في الطريق وبعدين احنا ما كملناش دقيقتين جوه احنا اول ما دخلنا ما فيش يعني ما كملناش نص اغنيه شفت من جوه لقينا نفسنا بنطلع على الستيج فجاه يعني حتى ما خدناش حتى على مود الحفله ان يغني مثلا اغنيتين ثلاثه خطفته ده هو شافنا تحت ايه ده اطلعوا ايه ده تامر ايه ده اسلام واحمد طب اطلعوا نطلع هعمل ايه فوق عادي انا قلت هيقول احمد حسين وخلاص لا ده احنا بدنا يمكن على الستيج دي اسلام يمكن تلت ساعه مثلا كل واحد غنى اغنيته كامله من السي دي يعني اتلعبت الاغنيه زي انا شايف ان ده المكان بتاعها بتاع السي دي الاربع دقايق وقفنا هم كل واحد ده تقدير كبير جدا فنان عمرو دياب وطبعا شرف كبير جدا لينا ان احنا واقفين معاه على ستيج واحد وبنغني كمان في المايك بتاعه دي ده يعني مش اي حد بيمسك المايك بتاع فنان عمرو دياب حاجه فعلا احنا لغايه دلوقتي يعني مش مستوعبينها بس هي مدينا حماس ودفعه ان احنا نشتغل مع يعني
حبيبتنا جدا في يعني. شوف انت بتحب الراجل ده قد ايه, بس شوف ما يعمل لك بقى كمان حاجه فتحبه اضعاف اضعاف اللي هو. فلا يعني بجد بنشكره جدا 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 يعني. الموضوع اختلف في موسى كوست عن إمارات سايتس. انتوا إمارات سايتس اتخطفتوا المره الثانيه, كنتوا متوقعين هتطلع داخلين علينا بسنين متفاجئين. مش احنا لا, هو اليوم ده بصراحه من اجمل ايام حياتي او حياتنا كلنا. كنا يعني اليوم ده بالذات ان احنا كنا متواجدين من الصبح, رحنا خدناه من المطار, فكنا يعني كان في بقى الموضوع كان مختلف جدا مش من اوله بقى. احنا بادين من الاول, فاحنا مع بعض من اول القاهره يعني, واحنا ماشيين مع بعض سلمنا والحمد لله على السلامه وكذا. وبعد كده اتفاجئنا بالموكب الرهيب اللي اتحرك من المطار لحد ما وصلنا الحفله, ولحد من الحفله لغايه القاهره, رئاسه الجمهوريه. حاجة فعلا حاجه يعني نفس الموضوع والعربيات والمصافحات كان في الكلام ده. لا بجد مش مصدق. أيوة. في ناس كتير على فكره ما تعرفش الحاجات دي. لا يا احمد كان سايبه ومطاردات وبتاع وقع وخش هنا والجيش بقى وقفنا وخش اتحرك هنا بسرعه والكارته والحق تفتيش ونعدي. وبعد ده كان المجايفر اللي سايق. تامر كان خايف. انا تامر بيترعب, هو كان سايق على تامر, فتامر بيخاف قاعد جنبيه. فاحمد لا طب هو عدى علينا خدنا وبتاع. فايه طب خلاص مدام صفا وكده, طب سوق انت يا احمد. تمام. فاحنا جت الصدفه ان احنا طالعين بقى بيت ايه تاني, مش هنروح الحفله, كنا نلحق بورتو. تمام. من النوع اللي تمام اللي هو من النوع اللي لما بيعدي 60 خلاص صعب ممكن يغمى عليه بقى وبتاع. فتامر احنا الناس ماشيه على 120 وحاجات بقى بسرعه, وخايفين حد من الناس اللي راح الحفله يشوفنا. فيشوفوا ايه ده, عمرو دياب في العربيه ماشيين حاجه اسطول, قدامك عربيه جيش وراك عربيه جيش والسيرين شغاله تانا, والناس بقى المصافحات والمقنعين رعب. فانا مش فاهم حاجه يا جماعه احنا في ايه. بعدين بقى احنا رايحين داخلين كمان في ناحيه جنوب سيناء, فالقلق كله بقى. فبنخش بقى نلاقي دبابات ومدرعات يا جماعه احنا مش فاهمين. لا بس هو الجيش بصراحه كان قايم بدور جدا جدا رهيب في الحفله دي, يعني مأمن الموضوع كله. يعني ما حصلش يعني ما فيش كاوتش نام في العربيه يعني. والله ما فيش, الناس كلها اللي راحوا زي فعلا ما رجعوا, بالعكس كانوا في منتهى السعاده. ويعني من احلى الحفلات بجد اللي رحنا. كانت منظمه حلو جدا, ووليد منصور طبعا منظم. وعايز اقول لك برضه انا كنت بتريق بقول لك احنا الالبوم ما كانش لسه نازل, فكنا نطلع على السج نعمل ايه. فاحنا عارفين ان احنا رايحين نحضر معاه الحفله. تمام برضو. تمام. يعني حته الطلوع ده حته الطلوع دي يعني يمكن ممكن يحيينا فاو نسقف ومرسي. لا هو قال معلش انا ما هستاذنكم بقى ان يطلعوا علشان ما حدش هيشوفهم كده. يعني احنا كنا واقفين تحت بجد ذوق جدا جدا جدا. كنا بنقول اغنيه وهو شادي هناك اغنيته غنى جمار الاول. فنحييه كلنا, ارفع ايدك يا شادي. طبعا شادي يرفع ايده فين, في ملايين ناس تحت مليونيه, فما حدش هيشوف شادي. اغنيه في الثانيه لا لا اطلعوا اطلعوا تعالوا بقى فوق. فبرضه يعني خطفه تانية. طب المره دي هنطلع بقى يعني ايه, ما احنا مفيش لسه الناس حتى ما سمعتش الاغاني. مش عارف احنا عاملين ايه لسه يعني. الموضوع لسه مفاجئ. بعدين اتفاجئت انا لما لقيته مثلا بيقول لي انت عملت لي ايه السنه اللي فاتت, فبقول له حبيت يا قلبي وخلينا لوحدينا. فقال لي طيب فاكر حاجه طيب من الاغنيه. فانا افتكرت قصده على ايه, على خلينا لوحدينا. فقال لي فاكر حاجه طيب من الاغنيه, فانا قلت له يعني. فلقيته مغني جزء من الاغنيه الجديده نعيش. فهو اول ما غنى جزء كنت عايز اقول له انت بتعمل ايه عادي كده. فعايز اقول لك هو اللي معاه الاوردر قال اللي هو هيقول نقول احنا ما ينفعش. هو احنا وراه على طول. لا لا هي كانت حفله جميله. كان يوم طبعا يوم في ايام كده ما عارف ما ينفعش تنساها. دي من الايام اللي ما تتنسيش, سواء الحفله دي ولا الحفله دي. طبعا كل ايامه جميله ما شاء الله يعني. بصراحه يعني احنا مبدئيا جايين بس عايزين بقى نغني شويه بقى والدنيا تختلف. مش لازم. لا لا مهم قوي الموضوع. لا لا بيتهالك الناس تعبانه عايزه تسمع غنى. فنطلع لفاصل كده عشان ما تجهزوا نفسكم ونرجع تاني بقى نسمعهم حاجه. ماشي. على ذوقكم. فاصل صغير راجع لكم تاني, خليكم معانا.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معانا الملحنين مش ملحنين بقى الموسيقيين اسلام زكي واحمد حسين صح كده عايزين نسمع بقى حاجه حلوه نقول بقول بقى انت اسلام بقى انت هبدا بقى نقول حاجه من زمان الحاجات القديمه دي ما هي فعلا رجعت والله الناس للحاجات القديمه اللي هم كانوا بيحبوها دي بالذات انا مش اناني اللي هنقولها دي طب يلا بينا انا مش اناني سبتك تعيش بعد الحياه وفضلت مستنيك سنين واقف مكاني ما تجيش تلومني ان النهارده بقى في حياتي حد تاني انا مش اناني سبتك تعيش بعد الحياه وفضلت مستنيك سنين مجيش تلومني ان النهارده بقى في حياتي حد تاني قلت هفضل كل ده مستني ايه حب ايه اللي انت بتدور عليه بعد الغياب ده مفيش عتاب اتهزلي كنت هفضل مستني حب ايه اللي انت بتدور عليه بعد الغياب ده مفيش عتاب اتهز بيه انا مش اناني الله يا احمد الله لا لا ابدعت ابدعت فعلا طب احنا نكمل غنى بقى انا بقول ما اسئله ايه والجو خش الجو انت هتسيب الجيتار ليه على طول كده مش عارف ايه رايك ولا نسال شويه اسئله مش عارف عادي زي ما انت عايز طب خلينا نسالكم لا لا احنا براحتنا عايزين نرجع بس مع بعض شويه بدايه تعرفكم على الفنان عمرو دياب يعني ممكن ناس تكون بس مش فاكره قوي انتوا تعرفتوا على الفنان عمرو دياب وعلى طول اشتغلتوا ازاي فنفكر الناس كده كل واحد تعرف على الفنان عمرو دياب ازاي هو انا في انا اعرف برضه لازم اشكره جدا استاذ حماده اسماعيل يعني هو الاب الروحي بالنسبه لي جدا يعني فعلا موجود في الالبوم اسمه منور يعني ده اسمه منور في حياتي انا واخد حيز من حياتي كبير جدا ان هو يعني بعد ربنا طبعا ليه الفضل الاول والاخير في ان انا برضه قاعد معاك القعده دي دلوقتي وانا اشتركت مع الفنان عمرو دياب وفي حاجات تانية كتير بقى في حياتي يعني اجتماعيا وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي يعني ف انا عارف ان هو صديق مقرب جدا لعمرو دياب بس يعني كنتش بطلبها بصراحه يعني عمري ما قلت له انا نفسي اشتغل مع عمرو دياب انا كنت سايب له دايما حته ان هو شوف انا نضجت امتى او شايف ان فعلا في حاجه هتناسب الفنان عمرو دياب لو سمعها ولا لا فكان بيسمع مني الحان كتير جدا ومطربين تانيين كانوا بياخدوا اغاني ومش عارف ايه وانا كنت اسمعه حاجات وهو كان بالنسبه له الموضوع بيسمع والله يعني مقتنع بموهبتي جدا وشايف ان اسلام زي كده حاجه يعني بس يعني لسه مش دلوقتي لحد ما جه سمع اللحن بتاع فوق اللي انت فيه كنا في العربيه ومتعود زي ما متعود بخلص الحاجه واسمع شوف ايه رايك تخلص قال لي عيدها لي تاني تخلص عيد تاني تخلص قلت له فيه انا زهقت من الاغنيه كفايه بقى انا مال الاغنيه فيها حاجه طب بتفكرك بحاجه طب انا ضايقتك قال لي بعتها لي على الموبايل دلوقتي فقلت له ماشي فبعتها له على الموبايل وهو ماسك التليفون وعمال يتكلم والواتساب وبتاعه وعايش جنبي فقلت بقى بيتكلم حد بيتكلم البيت بقى ولا حاجه فانا سايبه قاعد سايق وموطي الكاسيت وماشي لحد ما وصلنا قلت له الهدوء بقى سمعنا الاغنيه 5 مرات وفي سايلنت حصل فجاه ومسك التليفون طول الطريق قال لي بص بقى اقرا قلت له ايه ده لقيت بقى عمرو دياب وتحت بقى الكلام مع الواتساب قاعد بيتكلموا على الاغنيه لما فاق بقى انا بقى قاعد بقى مره مره فاللي هو يا عمرو دياب قلت له حد تبع عمرو دياب ولا قال لي انا هكلم برضه يعني هو يا ابني ما تقرا انت وايه ده وكذا ومين ده اسلام زكي طب ده كذا ده ملحن جديد وكذا وايه رايك في الاغنيه وحلوه طب معايا طب بتاعتي وانا بقى مش فاهم اي حاجه قلت له يعني كده هو كده قصده ايه ما انا ما اتعاملتش معاه كده فما اعرفش الكلام ده هل معناه ولا كويس بس يعني في احسن مش فاهم حاجه فقال لي ربنا يسهل بس خير انا بس بوريك بس هو رايه ايه بتاع الاغنيه فعلا حلوه جدا وتستاهل ومش عارف ايه هو ده اللي المفروض ياخد نسبه بجد بقى كل حاجه نسبه لا لا انا كمان يعني انا عايز اشكره كمان انا يمكن انا واستاذ حماد اسماعيل ما نعرفش بعض قوي بس اتقابلنا كم مره وعلى على الكم مره اللي احنا شفنا بعض فيها دي عايز اقول لك
فرحان بينا مش باسلامه بس، فرحان بينا كلنا يعني. هو بغض النظر ان هو زي ما هو قال حمد اسماعيل الاب يوحي لي، لا هو بالنسبه لنا احنا هو فرحان بينا كلنا فرحه فعلا من قلبه باينه قوي، وفي منتهى الذوق والاحترام والجنتله زي ما بيقولوا تقولها على الراجل ده. فتاني يوم الصبح صحي كلمني قال لي عندي خبر وحش، معلش قلت له فيها يا حمد خير؟ قال لي الاغنيه كانت رايحه خلاص وكانت معايا جدا بس هو خلص. قلت له خلص ايه يعني؟ انت امبارح ما نمتش من امبارح ومديني امل وفتح فاير ووركس في البيت وعامل قلق. قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي يعني خليها، طب يعني هنشوف بس ان هو خلص فعلا والموضوع معلش. قلت يا نهار ابيض. فطبعا اكتئبت وقتها وقمت قافل. بعدها مفيش 10 دقايق لقيت الاستاذ احمد زغلول بيكلمني. يا استاذ اسلام رئيس كذا مش عارف ايه، انت اسلام؟ قلت له انا اسلام، معاك مين؟ قال لي انا احمد زغلول. فعايز اقول له انت بتكلمني ليه؟ ما الموضوع خلص يعني، اهلا يعني ازيك عامل ايه بتاع. قال لي نتقابل بقى كذا عشان الاغنيه بتاعت عمرو دياب اللي هي فوق من اللي انت فيه وكده. قلت له الاغنيه مش هو خلص؟ قال لا خلص يا راس، ما هي دي اخر واحده خلاص هو ياخد دي. قفلت من هنا وبكلم حماده، هو لقى رقمي بيرد على التليفون ربع ساعه بيضحك بس ما بيكلم ما بيجي. قلت له بتعمل كده في ليه؟ طب ليه؟ واتخذت الاغنيه، ما كانتش طبعا فوق، ما كانتش فوق من اللي انت فيه، كانت حاجه ثانيه. وبعد كده عمرو كانش عاجبه الكلام، فبعد كده الموضوع وقف. فبرضه اتخضيت، طب يا جماعه طب ليه؟ ما صدقت طبعا مش فاهم. قلت ممكن التنازل، ما في ناس بتعمل التنازل كتير بس ما بتمشيش. وعارف كمان ان عمرو دياب بالذات ممكن يبقى عامل 30 اغنيه وينزل اثنين منهم، فيعني فانا قلت يعني حاططها اللي هو ايه، عارف اللي هو بتخربش الكوبون وتشوف هيطلع هتكسب ولا مش هتكسب. واتكتب عليها مره واثنين وثلاثه، وكل مره اروح الكتاب اغير الاسم، اروح اعمل التنازل في شهر العقاري من اول وجديد تاني بالاسم الجديد. عملت بتاع 5 تنازلات الاغنيه لحد ما جه سعيد الحظ استاذ تامر حسين العميد. العميد الوكيل هو بصراحه هو انقذ الموضوع في الاخر. الاغنيه فعلا خلاص ما كانش عمرو دياب هياخدها، ان ما كانش عاجبه اي كلام من كل اللي بتاخده. وقفل قال لا خلاص مش هاخد الاغنيه وزي ما احنا موجودين كده. فحكيت لتامر، هو بالصدفه كان عندي شغالين في اغنيه، فقال لي هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي بوقف الدنيا؟ مش فاهم. قلت له كذا والكلام وبتاع. قلت له انت كاتب 6 يعني؟ قلت له بصراحه انا شكيت ان هو يخليهم 7 تبقى يعني كتير. وانا كنت شاكك فعلا ان هو خليني تامر حسين يكتب 6-7 اغاني بقى في الالبوم، وهو عامل 6 والالبوم يعني خلصان خلاص. قال لي بس هات بس ورقه وقلم وسمع. هو كان بيحب اللحن اصلا جدا تامر كنت مسمعه له اللحن كذا مره بكل مره بكلام كل مره اسمعه له. فقام كاتب بقى فوق من اللي انت فيه اعمل حاجه مستني ايه بتاع. قلت له يا ابني اللي انت بتقول فوق من اللي انت فيه ايه؟ ما انت هقول فوق من اللي انت فيه ازاي؟ قال لي بس اسمع بس الكلام ده وفيها رساله ومش عارف كده. عارف انا بقول لك ايه. وسجلت الاغنيه وخدتها وبتاع، قام هو بعتها برده على الواتساب. قال لي اقرا حلو جدا، روح بقى لعادل كمله الاغنيه. قلت له ده. قال لي بس على والاغنيه مشيت الحمد لله والموضوع حصل يعني. وكانت البدايه وكان اول حاجه بقى دخولي في الاول رجل اتحطت جوه الموضوع. احمد قول لي انت كانت ايه البدايه؟ بص يا سيدي، تامر حسين زي ما قال لك كده اسلام كان عامل 6 اغاني. طبعا هو ساعتها ما كانش عامل 6 يعني، كان لسه في بدايه الالبوم كده. فكان الفنان عمرو دياب كان طالب منه عايز يسمع ملحنين ما اشتغلش هو معاهم قبل كده، فتامر بدا يرشح له اسامي. فالحمد لله انا من اوائل الاسامي كانت رشحت كان اسمي، فقال له طب سمعني. فسمعه فسمع حبيت يا قلبي. فانا الموضوع كان سريع جدا الحمد لله، لدرجه ان كان الاستيعاب يمكن بطيء شويه، انا ما كنتش مستوعب يعني موضوع مشي بسرعة. ففجأة لقيت نفسي ان انا عامل فعلا لعمرو دياب اغنية في التانية في التالتة. انا يمكن في ناس كتير ما تعرفش ان انا كنت عامل 3 اغاني في الالبوم اللي فات بس نزل منهم 2 يعني. فطلب منه قال له عايز اسمع من احمد حسين، فبعت حبيتي قلبي فعجبته. فتم يكلمني، حتى تم يكلمني قال لي مبروك يا معلم الاغنية اتاخدت وكده. قلت له اغنية ايه؟ قال لي حبيتي قلبي عمرو دياب خدها. قلت له بجد والله العظيم؟ طب الحمد لله. وفرحت جدا وبتاع. بعدها قفلت معاه، يمكن بعدها بربع ساعه كلمت تامر تاني. قلت له تامر انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انت بتحور بقى وانت بتقول ايه؟ قال لي طبعا هو تامر بقى في الحالات اللي زي دي بقى خلاص يا عم انت بقى خلص يلا سلام سلام. قفل. بعدها بشويه لقيته بقى قال لي عايز يسمع منك تاني على فكره. طبعا بدات بقى انا ايه لما طلب مني اغاني تاني بدات بقى ايه احتاس، عارف اللي هو طب انا هبعت ايه تاني؟ ايه اللي ممكن ابعته تاني؟ وبعدين انا مش ببعت لاي حد برضه، ده عمرو دياب فاهم ازاي. بس بعد كده بقى الحمد لله ربنا وفقني في الاغنيه الثانيه والثالثه. وبعد كده عرفت بقى ان برضه خد بالك في حاجه ناس كتير قوي ما تعرفهاش، ان
الفنان عمرو دياب ممكن تدي له اغاني ما تبقاش عارف هي نازله كلها ولا ممكن تلاقي اصلا مفيش حاجه نزلت زي ما قال لك اسلام اهو مثلا. خد فوم اللي انت فيه بعد كده ما بقاش عارف هي نازله ولا لا، بعد كده تاني يوم عارف ان هي نازله. يعني برضه الحته دي ما بتبقاش مضمونه قوي، لان هو شغال مش في حاله الاغنيه بس، ده حاله الالبوم كله. هو ربنا يكون في عونه، هو ما بينامش على فكره، هو بيعمل مجهود كله. والمزيكا مش طبيعي السنه دي رايحه فين والشكل العام بتاع الالبوم. اقول لك على حاجه مثلا، يعني مثلا ملحن تامر علي الالبوم ده اللي شفت الايام كان عامل ايبا الحان، وبعد كده نزل له اللحن اللي هو هتبتدي الحكايات، فاهم ازاي؟ فبعد كده انا عرفت بقى، بدات بقى اتاكد من موضوع ان انا نازل لي اصلا شغل ولا لا، دي لما تسمع السامبلز ولقيت الاسامي مكتوبه. طبعا انا كلمت اسلام واسلام كلمني وكلمنا تامر وتامر كلمنا، ومش مستوعبين ايه اللي بيحصل، لان بقى الاسامي نزلت وبدانا بقى نبايك لبعض برضه كل ده واحنا برضه مش مستوعبين. يمكن اسلام كان حاسس نفس الموضوع. اول ما سمعنا السامبلز بقى بجد وبدأنا نسمع بقى ان مثلا عمرو دياب بيقول فوق من اللي انت فيه، او بيقول خلينا لوحدينا، او حبيتي يا قلبي، بدأنا بقى ايه هو فيه. انا اتخضيت لان انا انت عامل 3 اغاني فممكن واحدة منهم تنزل مش التلاتة، يعني اللي كان برضو انا بتكلم على السنة اللي فاتت، خد بالك. السنة اللي فاتت دي انا مكناش مستوعبين حال خالص. احنا كنا مستنيين اللي هو ورقة الامتحان هتشوف ايه انت وحظك، مش عارفين. بس هو مسميه حتى مكتوب اسم الاغنيه، لا اسمع برضو ايش اسمع بصوته وبيقول فوق. يعني خلاص بدات انت تتعامل على ان طبعا عمرو دياب خلاص خد منك اغاني، وان انت ان شاء الله ممكن تبقى في الالبوم بالظبط. حتى لو انت متاكد يا سيدي ان انت جوه في الالبوم 100%. جيت بعد كده بقول لك انت اسمع، اول ما سمعت اصلا السامبل اصلا انت مش متخيل إيه انت انت لحني فعلا بتحط في تاريخ حاجه، يعني انت بتحط اسمك فعلا في حاجه في تاريخ، انت بتحط اسمك في تاريخ. يعني خلاص انت اتحسبت على لو في 30 سنه فانت اتحسبت على سنه من السنين دي، انت بقيت موجود في حاجه انت كده ظهرت. طبعا فدي بالنسبه لنا حاجه برضو، يعني ما اشتغل مع اي حد يعمل اللي انت عايزه، بس تيجي الحته دي والموضوع بيبقى في غايه يعني حاجه. انت بالنسبه لنا خلاص يعني انت كده دخلت فعلا في حته، دخلت في متحف، دخلت في حاجه عريقه جدا، وهتفضل يعني لها بدايه ولسه مستمره، واحنا بقينا خلاص موجودين في الحدث ده. فالحمد لله يعني كانت بالنسبه لنا حاجه حلم واتحقق الحمد لله. الحمد لله. طب احمد عايزين نسمع منك ايه؟ تسمعنا ايه؟ خلينا لوحدينا ولا حبيت يعني؟ انت من الحلقه اللي بتاعت السنه اللي فاتت وانا عمال بتحايل عليك تغني، مش عايز تغني. لا انا بسمع بس. طيب نقول ايه؟ عايز تسمع ايه؟ انت براحتك بقى، شوف انت. نقول الجديد، نقوله نعيش. ممكن الجديد بقى، خلينا طيب احنا عن ظبط اهو خلاص. تعال نعيش حبيبي يومين، نجدد تاني احساسنا بحب جديد، كأننا لسه متقابلين، وسيب الوقت يسرقنا لدنيا بعيد، ونعيش انا وانت حالة من اللي في الحكايات، والعمر يرجع بينا للبداية، خلينا نعيش يومين انا وانت حالة من اللي في الحكايات، والعمر يرجع بينا للبداية، خلينا نعيش يومين، تعال نعيش حبيبي يومين. لا تحفة طبعا، تحفة. انا بس عايز اقول لكم مفاجاه كده، احنا لسه عارفين دلوقتي في الاستوديو بيقولوا ان الشاعر الكبير تامر حسين موجود بره.
هشوفها الحقيقه بجد. لا لا لا, لا انا بس عايز يعني بجد بجد حاسس ان انتوا اتفاجئتوا اصلا الراجل يعني عمل مفاجاه وعارف تقريبا ان انتوا هتسجلوا معايا النهارده, فهو قال لي يجي بنفسه. فانا بقول نطلع بس فاصل ونرجع يقعد معانا بقى ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اه يجي ولا ايه؟ خد بالك ده, خد بالك ده اللي معاه الاسرار كلها يا راجل. هيقول طيب نروح لفاصل صغير نرجع تاني. خليكم معانا مع برنامجكم وحكايتك ايه مع محمد مختار على دياب اف ام.
بنرحب بالشاعر الكبير تامر حسين. تامر منورنا والله، دي يعني كانت زيارة سعيدة جدا جدا. عرفت ان حبايبي هنا احمد حسين واستاذ اسلام زكي. جيت بقى اشارككم 10 دقايق ولا 5 دقايق يعني. بس انا عايز اقول لك ان هم بيكلموا عليك من ساعه ما ابتدينا الحلقه. دول حبايبي يعني، بس كلامهم كويس ولا علينا ليا مواقف معاهم يعني. هو بس بيقول لك ان انت في السواقه عندك مشاكل شويه. بخاف على صحتي طبعا. يعني مش على لا قوم اطمن على عربيتك، عارف الاعلان ده؟ لا اسلام يعني طول عمره طبعا بيروح ملاهي ليليه وواخد ان هو يجري بالعربيات والكلام ده، ومن النوع اللي بيرفع حصان وهو ماشي، فده ستايله. احمد حسين دايما متاخر في مواعيده لان هو بينزل قبليها بخمس دقايق. يعني انت معادك 9، معادنا 9 مثلا في مونسين وهو في التجمع، تمام؟ فبينزل 9 ل 5 وعايز يوصل بقى. لا دي حقيقه والله العظيم، والجمهور عارف ان انا مثلا عايز اقول حاجه. احمد حسين بيشتغل لايف يعني، عنده حفلات وعنده جو كده. حضرتك يعني تربع مشاكل حمائي ورامي صبري بسبب احمد حسين. المتعهدين بيلغوا معاهم. ف دي شهاده اعتز بيها طبعا استاذ تامر. طبعا طبعا شعر كبير. معادي مثلا 9 بنزل 8 وبمشي على 120 وحش. لا 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 وانتوا رايحين موسى كوست 60، قال لك يعني لو كان احمد ما سالش كنت هتوصل. لا لا هو اللي كبرنا في الطريق. لا 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 هم عندهم مشاكل. لا في السرعة فعلا يعني. يعني اسلام بدا شعره بقى يبيض. التامر عمل مشاكل. لا ما نوصلش عرفنا بالذات. انتوا كمان متحوطين بقى جو بقى وعساكر ولا كان الموضوع مش سهل. ماشيين ورا الموقف. عايز ابارك لكم على الالبوم والنجاح بجد اللي انتوا حققتوه ما شاء الله. شفت الايام تامر حسين حلقه الوصل والربط في جميع المواضيع. لا لا كلام كتير مش عايز اقول لك من اول حلقه يعني. تامر هو قال لك كده اقول وقت جايين بتاع اسلام. اتعرفت على احمد ازاي؟ اقول له اصل تامر حسين كان اتعرفنا عليه الاول. فتامر يعني لا ليك دور، ليك دور. طب كلموك على موضوع النسبه اللي عاملين لي سمعه فيها. محتاج اعرفها منك يعني. حاولت انا عايز الجديد بقى. بس هو بيقول هي 15% بقت 20% بقت 20%. هو عمال يزود كل الالبوم مش عارف ليه. عملوا لي فكره في برنامج كده ان انا باخد منهم نسب والحاجات دي عشان اساسا ما يعرفوش الناس، ما تعرفش ان انا مسلف اسلام 5000 جنيه واحمد تقريبا قلت ما تكدبش بقى جايب له قرة نوم مجهزه يعني. ايه لا انا بجد هو جاب لي الصيني بصراحه بجد الحمد لله حقيقي يعني مش مقصر مع الاولاد. انت بتبذل مجهود واضح واضح مجهود باين. احنا اللي مطلع عليه سمعه دلوقتي عشان تبقى عارف بس. مستر حماد اسماعيل مطلعين عليه سمعه ان هو بياخد نسبه من اسلام. لا ده اجدع بجد. انا عايز اشكره ثانيه بس عشان كان بجد والله العظيم الراجل ده محترم جدا وجدع جدا وخدوم جدا مع اسلام وغير اسلام. هو يعني من بدري متبني فكره ان اسلام ملحن قوي جدا وكمان بيشجعه كمان على الغنى. هو يتكلم عنه اكتر مني بس انا بجد بشوف ده. انا حبيت حماده اكتر من تصرفاته وتعاملاته من اسلام الحقيقه يعني. انا بقول له انا ما اعرفوش كويس يعني. اتقابلنا يمكن مرتين بس المرتين اللي انا شفتهم فيه فرحان لنا من قلبه بجد يعني. لا فعلا من وراهم بقى انا عشان بقعد معاه كتير وفعلا بشوفه بيشكر كل واحد ازاي. ولو على تامر او على احمد او على اي حد فعلا الكلام اللي بيتقال يعني هم نفسي يسمعوه في مره بيقول عليهم ايه بجد. وخليني بقى اتكلم في حق الاثنين الجامدين قوي اللي معاك دول. بجد من كل قلبي انا فرحان بيهم جدا كواحد صاحبهم بجد. وشفت نجاحهم بيكبر يوم ورا يوم يعني. مش سميرة سعيد. اسلام مبسوط ان هو الناس كمان بيتصنفوا في حته الدراما دي والشيك. وعايز اقول لك حاجه كمان في الاغاني اللي بيعملها اسلام، كان بيعملها بالفواصل الموسيقيه بتاعتها يعني. كان بيعمل اغنيه باللازمه بتاعتها وبالكمانجات يعني الشكل اللي بتطلع بيه الاغنيه زي ما الناس سمعته من الموزعين. كان مجتهد جدا فيها ومجتهد وعنده ذوق خاص في شغله. احمد حسين دايما اقول عنده جمل لحنيه من زمن الفن الجميل كده مختلف شويه يعني. ليه طابع تاني بما انه هو بيلعب جيتار كمان بس جواه فن إنسان. شرقي جوا لا إنسان. غير الانسان. غير الانسان والفلوس ال 15 لا بجد ليه ذوق خاص جدا وفنان. وان شاء الله الاثنين يكسروا الدنيا فيما بعد يعني ان شاء الله. تامر طب ما عايز اسالك ايه الحاجه اللي بتجمعكم انتوا الثلاثه ببعض يعني؟ اكيد في حاجه مشتركه بينكم كلكم. الاكل طب ده شيء ظريف. الاكل لازم احنا ناكل بالذات اسلام على 24 ساعه جعان دي مش حاجه ما بيشبعش. تامر بيروح دلوقتي وراجل يعني بيوظف. لا انا برجع الفورمه بس اسلام اطلقنا عليه كتف جيل.
يعني هو ما شاء الله كل يوم بيتصور 28 صورة كتف بس. حلو. كتف بس، مرة كتف مرة تراي مرة باي، يعني ما شاء الله عامل ريكورد. مركز هو في الحتة، عامل ريكورد على الفيسبوك. يعني فتمام يا ابني الحلقة كانت ماشية كويس. اوكي لا لا انا قلت اسلم عليك. خد وقتك خد وقتك خد وقتك دايما الحلقة تهس وهدين خلاص. مش بس كتف كنا بنتكلم برضو في على على كتف الجيل ده كان ليه دور. بيطلع ايه داخل يمين؟ لا هو عنده صور كل يوم لازم يصور التراي. اه يا لو عنده تمرين الباي بيصدره لنا فيه حد يبقى التراي. انت انا بخش حد على الفيسبوك بتاعي انا الاربع بقى تلاقيه. انا املي في اليوم بتاع السمانه كبير. لا انا عايز اقول بقى نتكلم جد شويه، انا عايز اقول كلمتين برضه في حق تامر مش عشان هو قاعد معانا. لا قول انت. انا مش هقول حاجه. انا هقول يا عم. لا لا تامر بسم الله ما شاء الله، يعني انا عشان كمان عارفه من زمان قوي من قبل ما نشتغل مع في المزيكا اصلا حتى. فتابع انا شفته هو يعني بيعمل تاريخ لنفسه في وقت قصير قوي ما شاء الله، ويمكن ده ما بيحصلش كتير. اشتغل ايه، اشتغل مع كميه مطربين كتير جدا في الوطن العربي كله، مش في مصر بس، بدا ينتشر بشكل كبير قوي، بدا يبقى عامل زي الفيروس يعني. يمكن بدا في الاواخر بالفنان عمرو دياب، لان في ناس يقول لك اه انت اشتغلت مع عمرو فبعد كده بقى ايه ربنا كرمك وكده. لا هو بسم الله ما شاء الله يعني هو كان شغال مع كل الناس وبعد كده كمل نجاحه. طبعا يمكن بقت شهاده ميلاد جديده ليه بعد شغله مع الفنان عمرو دياب. بس طبعا ايه انت ساكت ليه يا عم؟ وش احمر الشنايه اهي بيشيني على الهوا كده. الله يخليك والله تامر. لا لا انت راجل مظبط الراجل بصراحه. لا انا عايز اقول فعلا تامر كمان عمل ريكورد مع الفنان عمرو دياب في حته ان هو يمكن في تاريخ عمرو مفيش شاعر عمل كل الكم ده من الاغاني. يمكن موزع ماشي، يمكن ملحن يعمل مثلا 3 4 اغاني في البوم واحد، لكن شاعر يعمل بالسبعة والستة والثمان اغاني وما شاء الله هو كل سنه بيزيد اغنيه. فاهم ازاي؟ يعني هو كان 6 بعد كده بقى 7 بعد كده 8 عشان كده اطلقنا عليه العميد، لقب العميد. خد بالك هو بعد كده مش هيكتبوا كلمات العميد، مش هيكتبوا كلمات الالبوم العميد، مش هقعد اكتبه تحت كل اغنيه. فهو ما شاء الله انا ببارك له على النجاح الكبير ده، وهو يعني كصديق واخ كمان انا فخور بيه قوي وبيبقى مشرفني فعلا يعني في كل حته ومكبرني كده حبيبي. سامي تقول لي مش لاقي حاجه اقولها. اي حاجه اه اي حاجه. ربنا يبارك لك ربنا. تامر والله فعلا انت مش قلت اسلام مش هتقول حاجه. ما هو اصل قال كل كلام انا عايز اقوله والله، ممكن لو اعرف اقول اكتر بس انا في الحته دي ضعيف، ما بعرفش اعبر شويه. بس هو فعلا اديله يعني بص على الهوا خلاص. اه ممكن نصور صوره حضن كده. لا فعلا انا حكيت في الاول قبل ما هو يدخل عشان ما كنتش سامعك ان هو كان يعني من اسباب ان ترجع تاني اغنيه فوق اللي انت فيه للحياه تاني، ما كنتش خلاص يعني ما كنتش هتوجد اصلا في الدنيا دي خلاص لولا تدخل تامر في الاخر ورجعني تاني للحياه تاني. والتلات اغاني التانيين دول اللي هو يعني الكلام شايلهم بطريقه كبيره جدا، وده اللي نجح الحمد لله الاغاني. لا والالحان حلوه طبعا احنا بس يعني. لا بس برضو معلش الدراما برضو لما جه في الدراما قرص بقى يعني قرص جامد. كان هو عطشان دراما، فالموضوع السنه دي جه الحمد لله بالطريقه ديت. فيعني برضو عايز ابارك له واقول له يعني ربنا يخليك لينا وتستمر. حبيبي يا سلام حبيبي. على فكره تامر صوته حلو. لا لا تامر طبعا يعني طبعاً. عايز اقول لك ده برضو مش ده نادر جدا، وعلى فكره اوقات بيعمل حاجات الحان جامده جدا بس عشان اكل عيشهم. عشان اكل عيشهم ما شاء الله. لا بجد والله. طب احنا ممكن حاجه قريبا نلاقي لحن لتامر حسين، انتوا بتلحنوا لتامر وتامر هيغني حاجه اغنيه خاصه بيه؟ يا ريت. بس هو بس يرضى يعني. لا خالص. هتوافق ولا مش هتوافق؟ لا انا بقول لك نجاحنا كلنا. ما هو اسلام بيغني صوته حلو قوي، احمد بيغني وصوته حلو قوي، بيغني موشحات وشرقي وغربي وكل حاجه. بس احنا كلنا تركيزنا الحاجات دي هوايه بس عندنا، انما تركيزنا ان احنا ننجح مع الفنان عمرو دياب ونقدم حاجات جديده بالظبط من نوع تاني. مهما عملنا كمان عايز اقول لك حاجه، انا ما بنجح معاه في مجالي فالجمهور بيشوفني من الناس اللي هي يعني الصف الاول او رقم واحد. اسلام برضو بيتشاف في الصف الاول او رقم واحد، لانك او احمد كمان كده، لانك انت نزلت انت خلاص انت تصنفت خلاص نزلت مع عمرو دياب. ففكره ان انت تعمل البوم ممكن تبقى رقم 20 او رقم 15 او رقم او ما تتحبش اساسا. يعني قصدي ان انت في مكانك دلوقتي كويس قوي، مع الوقت في استفاده وفي خبرات ممكن تاخدها بعد كده تقرر تعمل ايه.
يعني اعتقد اسلام بس ده ما يمنعش انك هتغني بعد جاي. ما يمنعش انك هتغني دلوقتي انك هتغني اي حاجه طبعا. مش البوم. طيب احنا هنغني خلاص. انا بقيت حاسس ان انا اللي بدايه اللقاء. لا لا مش خد وقتك احنا هنغني. لا لا براحتك يلا بينا نغني حاجه لاحمد ولا الاسلام حاجه ليك بقى. ليه 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 انا كتامر ممكن اغني نشوف عايز تقول ايه. نص خلينا ونص وربع لانشون. نص خلينا ونص لا بجد ساعة الفراق. طب يلا والله قول ساعة الفراق. اوكي قريب لقلبك هديك بقى دلوقتي حاجة حلوة قوي اسمها دلوقتي. ساعة الفراق ما تلومش حد على اللي قاله وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا ساعة الفراق ما تلومش حد على اللي قالوا وهو كلمتين بيهولوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا كلنا بنقولها ننسى والفراق واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتهاش ساعة الفراق مش حد على اللي قالوا وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها بإيدينا كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتها ده قلت انت اللي هتعملها كده حبيبي لا لا مش طبيعي على فكره احنا لو نزلناها اصلا كده سنجل تبقى قنبله ده حرام عليك مش طبيعي لا لا والله العظيم بجد لا ما شاء الله يعني اغنيه شفت الجيتار حلو ازاي لا لا كفايه لونه لا لا الاغنيه حلوه جدا 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 وكلمات طبعا تامر مش عارف اقول لك لا لا والله الحانه وبطل فيها والله لا والله مجتهد تامر يعني بيبذل مجهود لا فعلا بيكتب كتير قوي على الاغنيه ممكن ده مثلا يكون الكوبليه 80 اللي نزل لا لا بس احنا ساعه الفراق دي تامر قصدها لا هو اللي كاتب ومظبط الاول لا لعلمك ساعه الفراق ما اتغيرش فيها حاجه خالص يعني ما كتبتش فيها كتير ايوه اتغيرت قعدت اكتب فيها كتير على ما وصلنا للشكل ده قبل ما نسمعها كمان عمرو دياب وانا مش اناني ما اتغيرش فيها كلمه يعني في كلمه في جمله لا 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 في جمله بس مش عايزين نقولها عشان ممكن نعملها في اغنيه ثانيه جمله بالنسبه لي كان نفسي تنزل جدا في قفله الاغنيه بس الحمد لله بس ان شاء الله تتعود يعني في حاجه ثانيه تامر بشكرك على زيارتك اللطيفه ويعني بجد بصراحه استمتعنا جدا ربنا يخليك وانا مبسوط ان انا كنت معاكم ومع احمد حسين بجد والله احنا ومع اسلام وبجد هم اشقيه ما تلعبوش في حاجه يا جماعه اسلام لو طلب اكتر من 2 نسكافيه يعني يعملوا كابتشينو بس ده
فاسيبك بقى تستمتع بالشباب الجامد قوي. بشكرك ربنا يخليك تامر، ومرسي جدا جدا انت حتى جيت لنا يعني مخصوص وقعدت معانا. لا العفو، لازم دي كانت حاجه حلوه جدا جدا لازم يعني. لان كان ليا فلوس عند اسلام فلازم. ولسه مكملين معاكم مع فريق عمل الفنان عمرو دياب ألبوم شفت الأيام. عايزين نكمل ملحن اسلام زكي الموسيقي. اسلام زكي احنا بس متضايقين عشان تامر مشي والله. والله احنا كلنا متضايقين بصراحه بس يعني سبت فراغ كده. جماعه عايز اعرف بس عملتوا ايه في الفتره اللي ما بين ألبوم الليله وألبوم شفت الأيام؟ كانت الدنيا عامله ازاي؟ كنتوا متخيلين انتوا هتعملوا مع الفنان عمرو دياب تاني؟ اشتغلتوا ان انتوا عايزين تقدموا حاجه؟ كانت الدنيا عامله ايه؟ ما ينفعش تشتغل مع عمرو دياب مره وتقول تكتفي ده وتقول خلاص بقى انا كده ايه برنس. لا طبعا الموضوع زاد حماس وزاد نضج كتير جدا. انت برضه بتتعلم برضه منه، خلي بالك هو مدرسه جدا جدا. هو فتح نفسك خلاص بقى 100% نفسك مفتوحه، نفسك تعمل حاجه واثنين وثلاثه.
وده اللي اشتغلنا عليه بقى. احمد عامل ثلاثة وانا كنت عامل ثلاثة، وكنا وكان نفسنا في اكتر، ويعني كلنا بنطلع احسن حاجة عندنا. فعلا انت بتوصل لمرحلة بتطلع احسن حاجة عندك، ودايما بتشوف احسن حاجة دي ان هي تنفع عمرو دياب، ان هو دايما هو اللي يقدم احسن حاجة دي باحسن طريقة وباحسن شكل وباحسن احساس وباحسن صوت. يعني خلاص الاغنية بتلمع جدا وبتحلو، حتى مهما كنت شايف انا الله دي احلى اغنية عملتها، بعد لسه فيه هو بقى ما يكمل هتسمع الاحلى كمان والافضل. فلا طبعا الموضوع كان فيه شغل وكان فيه تركيز جامد جدا، وكان فيه ضغط من تامر لا يلا، وكان وعادل كان عايز يلا ونسمع وكذا، وهو عمرو نفسه كان بيسالهم طب فين، طب عايزين نسمع. يعني الموضوع ما كانش مقتصر ان هو خلاص لا كده تمام. حطيتوا هدف قدامكم بعد الالبوم الليله ان انتوا عايزين تشتغلوا تاني وتقدموا حاجه اقوى من اللي انتوا قدمتوه؟ انت غصب عنك لازم انت خلاص بقيت مهيئ لكده، ان انت من جواك لا انا نجحت نجاح مش عادي، فاهم ازاي؟ فطبعا انت دلوقتي بقى نفسك في طمع، بقى طمع بيشتغل، فاهم ازاي؟ عايزين الجمهور كمان بالظبط. ما يبقى حظ بقى. انت برافو عليك، انت افتكرت نقطه مهمه جدا. جت معاك مره كده فلت. لازم تاكد. لا صح. والجمهور ده خد بالك يعني التس دياب والديابيانس، انت مش متخيل دول مجرمين، ما بيهزروش. لا دول فلعب. مش جمهور عادي يعني طبعاً. لا بيركز في كل حاجه. لا دول عارفين كمان الكوبليهات اللي ما نزلتش يعني، كل حاجه زي ما يكونوا دايسين مزيكا. والله ما بهزر يعني، بيتكلموا معاك في تفاصيل التفاصيل بجد، وتفاصيل والعرب بتاعت الغنى وحاجات غريبه. فخلاص فهو اللي خلاهم كده يعني، هو جمهور، هو ثقف جمهوره واداهم جرعه مزيكا اللي هو خليته في المكان ده، وخلت جمهور عمرو دياب بالشكل ده، وفاهم وعارف، وبقى يبص في الكفر وعارفين الملحن. يعني هو سبب ان الجمهور بقى عارف مين ملحن ومين موزع، والملحن ده عمل فين وبيعمل ايه ومتميز في ايه وكويس في كذا ودي. فبقى حتى يعني مين الجمهور اللي بيركز بالطريقه دي لدرجه ان هم بياخدوا بالهم مين اللي ميكس ده؟ يمكن في ناس كتير قوي ما يعرفوش يعني ايه مكساج اصلا، فاهم ازاي؟ بقوا يعرفوا يعني ايه الماستر معمول بايا، ومش عارف مين واسامة الهندي اللي عامل ميكس بتاع الالبوم كله. لا ده مش الماستر، لا يعني بقوا يسمعوا التراك لما بينزل على اليوتيوب او يسمعوا ومهتمين، يعني يقول لك مش عارف الاغنيه دي صوتها مش عارف عامل ازاي، الاغنيه الثانيه مش عارف صوتها عامل ازاي، مركزين جدا في كل حاجه. يعني بسم الله ما شاء الله عليهم على علم ودرايه بكل الامور اللي بتحصل، زي ما يكونوا جوه الوسط الفني، فاهم ازاي؟ بتحترم ده جدا، وبقى مسؤوليه بقى خلاص، انت بتتعامل مع جمهور مش فيش يعني بذكاء المطرب اللي بتتعامل معاه. بالظبط. جمهوره بقى وصل المرحله دي، فلازم خلاص يعني شوف جمهوره عامل ازاي، ما بالك هو بقى. يعني معنى كده الفنان عمرو دياب حط عليكم مسؤوليه اكبر، كل مادة ما بتتعاملوا معاه بيحط عليكم مسؤوليه زياده عن اللي انتوا متعودين عليها بشكل مختلف يعني. جدا. او بعدين عشان انت كمان انت من جواك نفسك تفضل ثابت على النجاح ده، ولو قابل للتغيير هو للزياده مش للاقل، فاهم ازاي؟ لان الموضوع مش مقتصر بس ان انت تعمل اغنيه وتنجح مع عمرو دياب بس، زي ما حصل في السنه اللي فاتت وخلاص. لا كان فعلا عيب ان احنا لازم نعمل حاجه اقوى كمان واحسن، ونثبت نفسنا بقى فعلا في حته ان احنا ملحنين. انا مبسوط اصلا كمان ان اسلام السنه دي عمل، مش يعني هو السنه اللي فاتت كان عامل اغنيه واحده دراما، لا الالبوم ده ما شاء الله تفوق على نفسه وعامل ثلاثه دراما، والثلاثه مش مثلا محدش، انا ما شفتش لحد دلوقتي حد مثلا كتب على الفيسبوك مثلا اغنيه انا مش اناني بس وخلاص، لا ده انا مش اناني ليها جمهور، واغنيه ساعه الفراق ليها جمهور، واغنيه ايوه اتغيرت برضه نفس الكلام. فكل اغنيه من دول بقى ليها الجمهور بتاعها، ويعني مش مجرد بس ان هو عامل واحده مثلا حلوه والاثنين التانيين مش قوي، لا الثلاثه في نفس القوه. فهو انا بقول لك مبروك على الهوا قدام الناس. برضه نفس الفكره برضه في احمد، لما النجاح بتاع خلينا لوحدينا السنه اللي فاتت كانت مفاجاه بالنسبه للناس كلها، في اغنيه نزلت بوم واللي عملها كان احمد حسين، فالناس برضه بالنسبه لاحمد حسين عايزين تاني بقى، فين هتعمل ايه تاني؟ لحد برضه ما جه ونعيش الفرايتي اللي عمرو دياب عملها في الالبوم دوت، ان هو قال لك كل اغنيه ليها جمهور. ده فعلا ده حقيقي يعني، الالبوم كله على بعضه ده حاله كامله، بس اما تلاقي فعلا الجمهور بقى نفسه بدا يسمع اغنيه يقول لك في ناس بتتجه ناحيه ديت، كل واحد بقى وموده، هو بيرضي جميع الاذواق فعلا بنسبه كبيره جدا يعني. ده حاجه صعبه قوي ان المطرب يعملها ان هو يرضي او يعجب كل الناس، لا هو فعلا بيرضي جمهوره. ده ابسط يعني اكتر تعبير يتقال. كنت احنا عايزين نفهم البومك بقى مختار. لا قريب انا شغال فيه على فكره، انا بقعد في الحمام وقت يعني. فكنت بكلم مع تامر في الحلقه، يعني مش ساعه ما يعني كنت مسجل مع تامر قبل كده في الحلقه اللي فاتت، وكلمنا ان الالبوم كله ينفع حدود، يعني اي اغنيه منه هتتاخد تبقى هد ينفع، يعني من كتر ما الالبوم مليان اغاني. وزي ما انت قلت كل واحد هيروح للاغنيه اللي حاببها، بس الاغنيه دي ممكن تبقى هد، الشريط برضو يعني
هينجح جدا يعني. بالنسبه له ما ينفعش مطرب يعتمد على يقول يعني اغنيتين ثلاثه بس هم دول. لا عمرو ده من زمان واحنا بنحفظ ترتيب الاغاني. الاغنيه بتخلص عارف ايه اللي هتشتغل بعديها. عارف كل البوم انت سمعته فين وامتى وازاي والترتيب الاغاني طبعا. كان ايه والهيد كانت ايه والكليب اللي اتصور ايه ولو كليبين اتصوروا فانت عارفهم يعني. هو محفظنا ده احنا من صغرنا واحنا تاريخ تاريخ كبير يعني. استفدت اكيد من الفنان عمرو دياب وعلى مدار سنه في الشغل معاه في استفادات كتير وحاجات كتير طبعا. ايه ممكن اكتر الحاجات اللي انتوا شايفينها انتوا استفدتوها من الفنان عمرو دياب؟ المرحله بتاعت ان انت كنت واحد موهوب وان انت بقيت بتلحن وفي ناس بدات تاخد منك اغاني وكده لحد لما بقيت نوعا ما محترف. عارف لو هو زي لعيب الكوره لما بيحترف يلعب في نادي في اوروبا مثلا. هو انا ممكن اسميها لك التسميه دي. فجاه انت بتلاقي نفسك خلاص بقيت ومطالب ان انت تفضل مستمر على نفس المستوى وبرضه زي ما قلت لك قابل للزياده مش للنقصان. لا خلاص لو بدات تنزل اه بالظبط انت بما انك عملت الحاجه بالقوه دي والجمال ده يبقى خلاص بقى فانت لازم تكمل. مش هينفع ما ينفعش تقل لازم تزيد. انت عايز تعجب عمرو دياب فانت انت 25 سنه بتسمع واحد انت اوريدي معجب بيه فلما عايز هو يوم يعجب بيك انت هتسمعه ايه؟ دي مشكله تانية. ما انت هتدي له ايه عشان هو يسمع بقى يعني ويقول لك تخيل انت بتسمع عمرو دياب حاجه عشان يقول لك الله دي حلوه فانا هغنيها في البومي. فعشان توصل النقطه ديت احنا انت بشوف احنا بنعصر دماغنا فعلا بنبقى يعني اصعب مرحله فعلا. بتعدي علينا عادي جدا شهرين وثلاثه ما بننامش. عايز اطلع جمله عايز اطلع حاجه عايز حاجه الناس كلها تحفظها منه فده حاجه طبعا لا يعني مسؤوليه. هي فتره التحضير عامه بتاعت الفنان عمرو دياب انا بسميها معسكر المعسكر فاهم ازاي؟ بيبقى اسلام متعسكر في الاوضه بتاعته وانا عامل معسكر في الاوضه بتاعتي فاهم؟ وكل واحد وتامر بقى تلاقيه شغال معانا هنا وهنا فبتلاقينا كلنا اصلا مشدودين وكلنا في تركيز تام. حتى يمكن اهالينا بقى حافظين خلاص يعني ما حدش بيجي يكلمني خلاص ما حدش يجي مثلا يقول لي انزل مثلا ما اعرفش اعمل كذا. لا خلاص هو دلوقتي بيشغل لعمرو فبعدوا عنه دلوقتي سيبوه ما حدش يقرب له. اهم من الشغل خفيت الشغل ده الموضوع مهم. وقتنا للاسف جري جدا 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 بصراحه معاكم بس كانت حلقه ممتعه وظريفه وكلها اغاني. فانا بس عايز اختم بس عايز اغنيه فانا هختم الاول عادي وبعد كده تغنوا لنا عشان نطلع بالهي دي تبقى ختام الحلقه. فبشكركم جدا ويا رب بتمنى لكم ان شاء الله قريب حاجات اجمل من اللي انتم عاملينها واكيد الناس هتحبها اكتر عشان كل ما تشوفكم تعملوا حاجات حلوه زي كده بتعيش وبتفضل موجوده اكيد وبتتعلق مع الناس جدا 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 يعني. بشكر دياب اف ام وبشكر كل جمهور عمرو دياب. خلاص بقى انت ما خليتليش حاجه اقولها. انا اشكر مين؟ انا اشكر الهيدفون مثلا اللي عامل لا انا بشكرك قوي مختار وبشكر لا انا بشكر اسلام كمان يعني كان ضيف دمه خفيف قوي على قلبي وانت كمان يا مختار ربنا يخليك. لا انا مش كده حاجه دي حاجه الروح الحلوه. تعالى بقى نغني بقى يلا تعالى. حبيت يا قلبي ولا ايه ملهوف عليه وشاغلني بيه ودي مش عوايد حصل لي مهتم بيه ووحشني ليه. حبيت يا قلبي ولا مش عوايد حصل لي بهتم بي وحشني لي بيجي كتير في بالي ولا بيفارقني ويا قلبي حلالي هنعمل ايه بيجي كتير في بالي ولا بيفارقني ويا قلبي حلالي انا عامل ايه. حبيت يا قلبي ولا ايه ملهوف عليه وشاغلني بيه ودي مش عوايد حصل لي